طلع على هاي الدائرة، ايش بتلاحظوا في اشي اختلاف انا حطيته هون باللود عن السابق؟ بيور اندكتنس. تمام، هذا بيور اندكتنس. خلينا نطلع هون، لو انا اجيت الان سكرت سويتش 1 و4 هل بصير اول شيء اسكر 1 و2 مع بعض؟ لا. ليش؟ بصير شورت سيركت. اذا منطقا ما بصيرش اسكر 1 و2 ولا بصير اسكر 3 و4. اذا الاوبشنز عندي حاطه احط فولتج على ال بدي اسكر 1 و4. خلينا نفترض انه عندي 1 و4 اون و2 و3 اوف، وخلينا احط الكونفنشن. مهم دائما الكونفنشن دائما، فحط الكونفنشن هون بلس ماينس، يعني هذا في ال اوف تي، وكمان الكونفنشن راح احط اي ال اوف تي. كونفنشن يعني انا اصطلاح انه بفترض انه ذا الكرنت ماشي هون في الاندكتر بعتبره بوزيتيف، واذا الفولتج كان بوزيتيف نيجاتيف هون على الاندكتر بعتبره بوزيتيف. اوكي، وهذا ال. شو العلاقه الاساسيه لل؟ دائما في ال اوف تي بتساوي ال دي اي ال اوف تي على دي تي، ولاحظوا الاشاره هون بوزيتيف. اوكي، شو معنى هاي العلاقه؟ انه اذا كان عندي دي اي على دي تي بوزيتيف، بضرب ال، هل ممكن تكون نيجاتيف؟ دائما ال بوزيتيف، ال وار دائما بوزيتيف، فيش نيجاتيف اندكتنس. اذا هذا بوزيتيف قديش بيكون الفولتج عبر الاندكتر؟ بوزيتيف. معناها اذا الكرنت عماله بيزيد في الاندكتر، معناها الفولتج عبره راح يكون بهذا الاتجاه بوزيتيف. اذا في الحاله هاي لما الكرنت بيزيد في الاندكتر، هل هو عم باخذ طاقه ولا برجع طاقه؟ بخزن طاقه، وبخزنها كماجنتيك انرجي، مش هيك؟ هلا لو كان الكرنت ديكاينج عماله بينزل عندي في الاندكتر، اذا هذه ايش اشارتها راح تكون؟ حتى لو هو الكرنت نفسه بوزيتيف، بس انا ما بهمني اشارته هو، شو بهمني؟ التغير، الريت اوف تشينج. اذا هو نيجاتيف، اذا هو عم بينزل، معناها دي اي على دي تي نيجاتيف، مضروبه في بوزيتيف نمبر راح تعطيني نيجاتيف. هو شو يعني ايش الفولتج عبره راح يكون في هذيك اللحظه؟ معكوس. اذا الكرنت عماله بيطلع من البوزيتيف، اذا هو تحول لايش؟ للسورس، وعماله برجع لي الانرجي، وهذا منطق لانه الكرنت عم بينزل فيه، اذا الطاقه اللي فيه عمالها بتنزل، الماجنتيك انرجي اللي فيه عمالها بتنزل، عماله برجع لي الطاقه وهو بتحول لسورس، والكرنت عماله بيطلع من البوزيتيف تيرمينال لانه انعكس الفولتج، مزبوط؟ طيب في حاله 1 و4 ايش راح يكون في ال على في تي بتساوي؟ لما 1 و4 اون و2 و3 اوف، في ال تي شو بيساوي؟ يعني بالاشاره ماينس ال دي اي باي دي. لا، قديش قيمته كقيمه؟ لما سكرت 1 وسكرت 4 في اس، مش هيك؟ اذا هو بيساوي في اس، هل في اس كونستانت؟ من هاي الرسمه هون كونستانت، انا عامله دي سي. اذا في ال بيساوي في اس وكونستانت، معناها هذه كونستانت، واذا هاي كونستانت معناها هاي القيمه. طب اذا هاي القيمه كونستانت مش ال كونستانت، شو معناها؟ دي اي. طب اذا دي اي على دي تي كونستانت، شو بكون هذا الخط؟ بوزيتيف دي سي. لا زيرو بده يكون. لا، احسنت، اشكرك يا سقه، نص علامه. بيطلع دي اي على دي تي كونستانت، مش اي على اي تي كونستانت، دي اي على دي تي كونستانت. اذا دي اي على دي تي كونستانت معناها شو السلوب هذا؟ مش السلوب، مش هذا هو السلوب كمان، اذا هي رام طالع. طيب ولما يكون عندي 1 و4 اوف و2 و3 اون، في ال اوف تي شو بيساوي؟ طلعوا على الرسمه، ماينس في اس، وفي اس كونستانت مش هيك وبوزيتيف، اذا ماينس في اس نيجاتيف. اذا خلينا بس احط هذا الخط هون، هذا هيك رح يكون مضبوط، هذا اللي هو اي ال اوف تي، مش هيك؟ لانه دي اي على دي تي بوزيتيف، اذا اي بيكون بزيد، مضبوط؟ لانه السلوب تبع هذا ايش؟ السلوب بوزيتيف، مضبوط؟ نطلع هلا هون على الحاله الثانيه، عندي هون شو صار؟ في ال اوف تي نيجاتيف. إذا في ال اوف تي نيجاتيف معناها هاي القيمة كلها نيجاتيف، مزبوط؟ بس ال بوزيتيف، إذا مين لازم يكون نيجاتيف؟ اللي سلوبه نيجاتيف معناها شو عمال بصير فيه؟ نازل. إذا هون راح تلاقي بعد ستيدي ستيت، لما هذا يوصل ستيدي ستيت، اي ال اوف تي راح يكون شكله كالتالي. وطبعا حسب هذا، بس المفروض بس أوصل ستيدي ستيت يكون شكل هذا الكرنت. مظبوط، ماشي، واضح. هي غريبه شوي لانك انت بتفكر بتقول انا عمالي بحط دي سي فولتج على اندكتر، الكرنت راح يبدا يزيد ويزيد ويزيد، واذا تركته لفتره طويله راح يضل يزيد، مظبوط؟ بس انا ما راح اتركه لفتره طويله، انا راح احطه هلا هون حسب طبعا ما بنحط احنا الديوتي سايكل 1 و4 و2 و3، راح يتغير شكل هذه الويف فورم. بس اللي بدي تتذكره، تذكر هاي المعادله، هاي المعادله بتقول اذا الفولتج هذا انا اجبرته، مين اجبر هذا انه يكون كونستانت؟ كوني وصلت التيرمينال هذا، وصلت وصل على في اس،
واخذت التيرن هذا وصلته على في اس، فاجبر الفولتج هون يكون كونستنت. يعني احنا هون عم نعكس العلاقه هاي، احنا دائما كنا نفكر فيها انه بعرف ايش دي اي على دي تي شو بتعطيني في ال. عمرنا ما اشتغلنا انه اخذنا في ال وطلعنا منها دي اي على دي تي الا هون. اوكي، فشو اعطاني؟ اعطاني تراينجلر ويف فورم. هاي مهمه تذكرها، وبقدر اعملها بالكاباستر بنفس الطريقه.